أخطار العمل في المناطق المرتفعة واضحة. هناك احتمالية السقوط بالطبع، لكن أيضاً حقيقة أن المساحة المتوفرة يمكن أن تكون ضيقة. عليك أيضاً أن تأخذ بعين الاعتبار الخطر الموجه لأي شخص أسفل موقع العمل من إسقاط للأدوات أو الأجسام. إضافة إلى ذلك، يجب أن تفكر كيف يمكن أن يتم إنقاذك من موقع عملك في المكان المرتفع إن ساءت الأمور. لذلك فكر في العمل بشكل دقيق لتحديد كل الأخطار المحتملة واحصل على تصريح للعمل. بداية، اسأل نفسك إن كنت فعلاً بحاجة للعمل في مكان مرتفع أو إن كان بإمكانك القيام بالعمل بطريقة أخرى. إذا لم يكن هناك طريقة لتفاديها، اجعلها آمنة قدر الإمكان عبر وضع الدربزين وحماية الحواف ولمنع تعريض الآخرين للخطر أسفلك، ضع حواجز ولافتات تحذير لإبقاء المنطقة خالية. وعندما تكون في الموقع، اربط نفسك مع نقطة تثبيت قوية بحبل قصير أو سرج أو بكرة ثابتة. كن يقظاً طوال الوقت، لا تعمل بمفردك أو وأنت متعب. البقاء آمناً ومتوازناً أمر مهم، لذلك لا تتجاوز الحدود. أبقي كل المعدات في حقيبتها أو اربطها كي لا تسقط، ولا تضع الأدوات أو المعدات في جيوبك أبداً. تأكد دائماً أن خوذة الوقاية ثابتة باستخدام حزام الضغط. انتبه دائماً لأي تغير في الظروف، وهذا يتضمن الطقس والبحر أو أي أعمال أخرى تجري حولك. لا تأخذ طرقاً مختصرة أبداً. هل أنت مستعد؟